مصر بتمتلك كل مقومات الدولة العظيمة، شعب عظيم فيه الأدباء والمفكرين والعلماء، وقوة عاملة كبيرة مؤثرة في دول العالم، وجيش قوي مصنف عالمياً ضمن القوى الكبرى، وأرض خصبة وطقس معتدل، وتاريخ كبير لدولة كبرى حكمت الأرض، وأثار عظيمة بيقف أمامها الجميع بدهشة وتعجب وانبهار. كل مقومات الدولة العظمى تجمعت في مصر، علشان كده مصر بتمتلك مقومات الدولة السياحية الأهم في العالم، لأنها مقصد جنسيات العالم كله بيجوا لمصر للاستمتاع بروعة الطبيعة وعظمة التاريخ. وبيعد النشاط السياحي أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لأنه كمان بيوفر فرص العمل مع تنويع مصادر الدخل. وبتعتبر مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية المميزة في العالم، والقطاع السياحي المصري بيستهدف جذب نحو 18 مليون سائح خلال عام 2024. وبالرجوع للعام الماضي هنلاقي نصيب مصر من حركة السياحة العالمية عام 2023 1.2%، يعني بنسبة نمو بلغت 33%، واستقبلت مصر أكثر من 14 مليون و900 سائح خلال العام الماضي. وبيعد قطاع السياحة من الركائز الاقتصادية فيها، وقالت بيانات رسمية إن إيرادات القطاع السياحي ارتفع في العام المالي 2022-2023 ليصل ل 13.6 مليار دولار، وهو ارتفاع بنسبة 26.8% على أساس سنوي. وعدد السائحين الوافدين ارتفع 6% في الأسابيع السبعة الأولى من عام 2024. وزي ما قلنا إن بنهاية السنة المتوقع تدفق 18 مليون زائر، ووفرت السياحة فرص عمل ل 2.4 مليون شخص. كمان مصر بتمتلك أنواع متعددة من السياحة، فهي بتمتلك تلت أثار العالم من حضارات متنوعة، سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية أو رومانية أو يونانية، بالإضافة للسياحة التثقيفية والترفيهية. بتمتلك مصر العديد من أماكن الاستشفاء، حيث حظى الله مصر بالآبار الطبيعية والعيون الكبريتية والرمال الغنية بالمعادن اللي بتساعد في علاج الكثير من الأمراض. بتمتلك مصر أيضاً أعداد كبيرة من الواحات البحرية، واهتمت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بتوفير المنتجعات الصحية، وهو ما أدى لزيادة الإقبال على السياحة المصرية. كمان السياحة الدينية، يوجد في مصر مسجد عمرو بن العاص، ومسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ومسجد الأزهر الشريف، ومسجد السيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عن آل البيت جميعاً. أيضاً فإن السياحة البيئية بتعد من أروع الرحلات الطبيعية في مصر، حيث زيارة المحميات الطبيعية زي محمية رأس محمد ومساحتها 480 كيلومتر، سياحة المؤتمرات، وبتعد السياحة دي من أنواع السياحة الحديثة وليها أهمية كبيرة، عشان كده اهتمت الدولة المصرية بعقد واستضافة مؤتمرات اقتصادية وسياسية وشبابية وثقافية وطبية، وعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ اللي نجح نجاح هائل، وقامت مصر باستضافة 110 دولة من كافة أرجاء العالم. مصر كانت ولا زالت هي أرض الأمن والأمان، وهي أرض ترحب بكل إنسان يأتي إليها. وتشرفت مصر بذكرها في القرآن الكريم بالتلميح، كما ذكرت بالتصريح في القرآن الكريم في أكثر من 30 مرة، وهو أمر لم يكن لأي دولة في القرآن الكريم. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.